استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الدكتور جاسم حاجي جاسم الخبير والباحث في شؤون التكنولوجيا والثقافة التنظيمية في إدارة الشركات، والذي أهدى لسموه إصداره الجديد من مؤلفه بعنوان تكنو إداري إنسيكلوبيديا، والذي يتضمن مناقشة العديد من المواضيع التكنولوجية والاقتصادية والاستثمارية على مستوى مملكة البحرين ودول العالم. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي بذلها الباحث الدكتور حاجي في إعداد هذا المؤلف القيم الذي يقدم اقتراحات وأفكار للمهتمين والخبراء في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والعمل المؤسساتي، معبرا سموه عن فخره واعتزازه بهذا العمل البحثي المميز الذي يسهم في تطوير وارتقاء عمل وأداء تلك القطاعات المهمة، والذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة. من جهته أعرب الباحث الدكتور جاسم حاجي جاسم عن شكره وعظيم امتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة دأبت على رعاية ودعم الباحثين ودفعهم نحو بلوغ أعلى الدرجات التعليمية من أجل خدمة هذا الوطن الغالي.